منقسم قسمين كبار، ركز معايا: infection of the cord و infection of the bone. الانفكشن اوف ذا كورد قليل جدا في الكلينيكال براكتس، لكن الانفكشن اوف ذا بون كتير جدا في الكلينيكال براكتس. العلامه الوحيده بلا منازع للسباينال انفكشن هو انفولفمنت اوف ذا ديسك، يعني لازم الديسك يكون افكتد، سواء الفرتبرا اللي فوقيه افكتد ولا لا، واللي تحتيه افكتد ولا لا. المهم ان الديسك يكون involved. في بعض الناس بيقول لك if the disc is inflamed دوت اسمه discitis، if the bone is inflamed دوت اسمه osteomyelitis، if both are involved دوت اسمه spondylodiscitis which is the most common form، اللي هو involvement of the disc and involvement of the disc and the vertebra below and the vertebra above. وبناء على كده بيتكون نتيجة لكده inflammatory granulation tissue أو خراج جوه الـ spinal canal وحوالين الـ vertebra من بره. من هذا المنطلق فإحنا عندنا حاجتين زي ما اتفقنا: spinal cord inflammation و spinal column inflammation أو infection. أشهر حاجة على الإطلاق في الكورد اسمها transverse myelitis which is not a disease. يعني transverse myelitis أصلا ما هوش disease. A transverse myelitis is an imaging finding وله العديد من differential diagnoses. وبالتالي زي ما هقول لك دلوقتي الترانسفيرس مايلايتس از نوت ا سبيسيفيك ديزيز، ولكنه بيقول لك في ليجن في الكورد وانت هشوف بقى الليجن دوت يطلع ايه. ممكن يطلع ام اس، ممكن يطلع راديشن، ممكن يطلع سيركويد، ممكن يطلع بيسيت، ممكن يطلع نيكروتايزنج، ممكن يطلع ادم، ممكن يطلع اي حاجه. اما الثاني فاللي هو اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي اللي هو ديسك وفرتبرا، ودوت ممكن يكون secondary to bacteria، والبكتيريا ممكن تكون specific زي التي بي، وممكن تكون non specific زي الستريبت والستافيلوكوكاي وخلافه، وممكن يكون parasitic وممكن يكون fungus وممكن يكون viral. وباعتراف الجميع ما تقدرش تفرق الجماعة دولت من بعضهم. الناس قالت زمان لو انت الديسك كده ومش عارف ايه والخراج اللي جنب الفرتبرا صغير يبقى دوت بايوجينيك، اما لو كان كبير حبتين يبقى غالبا توبركيز، اما ما اعرفش ايه يبقى ايه. كل الكلام دوت في الهواء. وانا هقول لك على حاله، انا اصلا ابن واحد من الناس اللي بتشتغل معانا جاله سبونديلوديسكايتس وخراج اكتر من 10 سنتي جنب الفرتبرا، واحنا عارفين ان ده هو لازم يكون توبركلس. اترزع كمية ضخمة جدا من الانتي توبركلس تريتمنت، ما حصلوش حاجة. خد حقنة واحدة بس بنسلين اختفى الخراج، لان هو كان بكتيريال انفكشن ملوش دعوة بالتي بي خالص. اللي انا عاوز اقوله احنا دايما بنقول توبركلس لان هو المنتشر، وهو في البلاد بتاعتنا التي بي اشهر واحد على الاطلاق. فكل ما تلاقي سبونديلوديسكايتس تقول ان هي تي بي، لكن تبقى عارف كويس جدا ان هي في بعض الاحيان بتطلع بايوجينيك. وعشان كده بعض الناس بتحب تاخد بايوبسي او تعمل اسبيريشن من الابسس وتعمل له كلتشر اند سنسيتيفيتي وتشوف ايه الاورجانيزم اللي موجود جواه. اللي انا اقصده من هذا الكلام ان الانفكشن اوف ذا سباين ما تقدرش توصل الى السبب الرئيسي بدقه شديده الا في احيان بسيطه جدا، هنقولها دلوقتي. طيب الانفلاميشن بتاع الكورد كله اسطمبه واحده، الكورد اسود في التيوان، طبعا ما فيش حاجه السي تي ما بيشوفش الكورد ولا الاكس راي، طبعا اللي بيشوف الكورد هو الوحيد هو الام ار، فالكورد هيبان اسود في التي 1 وابيض في التي 2.
وممكن يكون سوولن وممكن لا، هتلاقي الكورد متاختر كده او لا. ولو حقنت صبغه في الغالب ما بيحصلش المصب في الغالب، لكن في بعض الاحيان ممكن يحصل مينيمال انهانسمنت ان ذا سبستنس اوف ذا كورد. هذا المنظر بتاع دول كله. طيب هتفرقهم ازاي اصلا؟ بالكلينيك. الام اس عنده كلينيكال مانيفستيشنز وعنده برين ليجنز. الادم الاكيوت الاكيوت دي مايلينيتنج انكيفالومايلايتس ليه كلينيكال مشهور جدا جدا جدا، اللي هو ان الواحد قبل ما يتعب نيورولوجيكالي بيكون يا اما متطعم يا اما جاله انفلونزا لايك اتاك قبلها باسبوعين. ده حاجه فاميليار لهذا الديزيز بالذات. الناس اللي عندها ساركويد بيبقى اللي في الكورد ساركويد. الناس اللي عندها هيستوري اوف الراديشن بيبقى اللي في الكورد راديشن. وفي ساعات ما انتش محتاج الهيستوري بتاع الراديشن، لان الراديشن بيزود البون مارو فات، فتلاقي الفرتبرا في التي 1 بيضه جدا جدا جدا، فتعرف ان دي ايراديتد، وتعرف ان في الكورد برضو ايراديشن. البيسيت بالكلينيك عنده ألسرز في الماوس، وعنده ألسرز في الجينيتاليا والكلام ده كله. اما نيكروتايزنج مايلوباثي فدوت ليه سبب منه اسباب كتيره، اللي هو التروما ومن انفكشن وخف قبل كده، ومثلا ديسك وقعد فتره طويله لحد لما موت السباينال كورد، حاجات زي كده. طيب التاني بقى اللي هو الانفكشن اللي احنا بنتكلم عليه، لو كان في الفرتبرا اسمه اوستيومايلايتس، لو كان في الديسك اسمه ديسكايتس، لو كان في الاثنين مع بعض اسمه سبونديلو ديسكايتس، وممكن يؤدي الى ايبيديورال ابسس، سب ديورال ابسس، اراكنويدايتس، الاراكنويدايتس تحت عند اللمبر سباين، ويؤدي الى انفلاميشن اوف ذا كورد سبستنس وديفلوبمنت اوف انتراميدالري ابسس which is rare. نادر جدا لما يطلع خراج جوه الكورد، لكن يطلع خراج براه ايبيديورال سب ديورال، كل دوت شيء مقبول. نمسك الاول الترانسفيرس مايلايتس. It is not a disease ولكن is an imaging manifestation. هتلاقي السباينال كورد لونه اسود في التي 1 مش هتشوف حاجه، ابيض في التي 2 زي ما انت شايف كده، بتاعه طويله جدا in the substance of the cord. مش هتشوف حاجه في التي 1، هتشوفها بياضه في التي 2. لو حنت صبغه مش هتشوف حاجه برضه. الكورد ممكن يكون سوولن شويه وممكن لا. ايه التشخيص؟ ترانسفيرس مايلايتس and this is not a disease، لكنه reflection of a disease. لو كان المريض دوت عنده ام اس، يعني عنده كلينيكال سيمتومز وبرين ليجنز، يبقى احسن حاجه على الاطلاق للترانسفيرس مايلايتس ان يكون ام اس. فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده؟ مهم جدا يا جماعه، لان انا قبل الموضوع دوت كان لما حد يقول قصادي ترانسفيرس مايلايتس اتعفرت، لان مش عارف ايه دوت، ومحدش بيرسيك على بر في الموضوع. Transverse myelitis is not a disease ولكنه an imaging manifestation لديزيز موجود، والتعرف على نوع الديزيز دوت يعتمد على الكلينيكال في المقام الاول. واذا لم يكن هناك اي حس ولا خبر في الكلينيكال، فاحسن حاجه في Transverse myelitis هو الام اس. خلاص هتقول لي بس الام اس ده بيبقى نقط كده بيضه في السبستنس والكورد، اقول لك وينفع برضه يمسك الكورد من اوله لاخره. خلاص تمام. اذا في الـ T1 مش هتشوف حاجه، في الـ T2 هتلاقي الكورد مبيض، يبقى دوت بادئ زي بدء اسمه ايه؟ ترانسفيرس مايلايتس. بعد كده نبتدي نشوف هنتصرف ازاي. ده عيان عندها 36 سنه وبريزنتد باي اكيوت كوادريباريسز، عملت ام ار اي طلع الكورد مبيض كده. خلاص اسمه ايه التشخيص؟ ترانسفيرس مايلايتس. ايه احسن تشخيص على الاطلاق في الديفرنشال؟ ام اس. خلاص طيب هاو تو كونفيرم ان دوت ام اس ولا لا؟ نمره واحد، في حاجه اسمها نيورو فيسيولوجيك ستادز،
في حاجة اسمها CSF analysis، وفي حاجة اسمها MRI of the brain to detect other lesions to support your diagnosis. لكن الليجنز اللي في البرين مع اللي في الكورد 30% بس، 30% بس من الناس اللي عندهم الاثنين مع بعض. في ناس كتيرة ممكن يكون عندها كورد بس، وناس كتيرة تانية عندها برين بس، مش الاثنين مجتمعين مع بعض. طيب يبقى انت عارف طبعا اشهر بريزنتيشن، كلينيكال بريزنتيشن للام اس هو الاوبتيك نيرف. معظم الناس دولت بييجوا من عند دكاتره الرمد، اللي هو عنده فيجوال ديستربنس وبيروح لدكتور الرمد يفحصه ما يلاقيش حاجه، فيقول له روح اعمل ام ار للبرين. اول حته بيأفكت الام اس، وانا عاوز اقول لكم دلوقتي ان الام اس منتشر بفظاعه شديده جدا في مصر، يعني تقريبا كل يوم بنكتب حاله او اتنين ومش عارفين ايه السبب. يعني ما اعرفش ايه اللي خلى الام اس منتشر بشكل مرعب في الوقت الحالي، ف ما حدش يتكلم مع اللي جنبه. اول علامه بتشك فيها هو الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف مع ليجن ان ذا سباينال كورد اسمها ديفيكس سيندروم، او اسمها نيورومايلايتس اوبتيكا بغض النظر، which is one of the basic manifestations of MS. وده بيأكد لك الكلام بتاعي، ان كل لما تلاقي بياضه within the cord وتقول عليها transverse myelitis تكون بتفكر في الام اس لو كان سن المريض يسمح بهذا. ايه هو سن الام اس؟ من 20 ل 40، احسن سن من 20 ل 40. ام اس is the most common cause of this condition، اللي هي neuromyelitis optica او abnormal signal within the substance of the spinal cord. طبعا كلكم عارفين ان لو كان في focus within the spinal cord وانت حانكوا صبغه وخد صبغه، يبقى ام اس برضه ولكنه active. الاكتيفيتي بتاعت الام اس بتتحسب كلينيكالي، بتتحسب بالتحاليل وبتتحسب بالصبغه. لو انت حقنت الليجن دوت وخدت صبغه يبقى ام اس. بكره في السباينال تيومرز ان شاء الله نتكلم بالتفصيل عن الحاجات اللي بتطلع انسايد ذا سبستنس اوف ذا كورد، ايه هي التيومرز وهاو كان يو ديسكريميت الجماعه دول من بعضهم. لكن النقطه دي ملهاش ديفرنشال. لو كان في ديسك زانق الكورد من قدام ومن ورا يبقى الكلام بتاع من شويه اللي هو ديما وماليشيا والكلام ده، ما فيش ديسك يبقى انت بتتعامل دلوقتي مع ايه؟ عشان لما يقول لي سيرفايكال مايوكا، نعم، ده يقصد بيه انفكشن ولا اي حاجه؟ اي ديزيز ان ذا كورد اسمه مايلوباثي. انكلودينج لا التيومرز ان يو هاف تو سبيسيفاي this is a specific spine lesion، وان هو واحد من اللي احنا هنقول عليهم ما شويه. يعني مايلوباثي لا ده سؤال، يعني قصدك مش بيتكتب في التقارير. مايلوباثي يبقى كل حاجه في الدنيا، يعني باثولوجي اوف ذا كورد including trauma including infection including tumors including congenital including myelomalacia بتاعت الديسك. اي مايلوباثي يعني باثولوجي ان ذا كورد، اي حاجه في الدنيا. خلاص طيب، يبقى اذا لو احنا لقينا focal lesions within the substance of the cord، focal lesions within the brain زي في المظله دوت مثلا، وزي واحد تاني هنا واخد صبغه وهو باين هنا في الفلير، يبقى انت بتتعامل مع ام اس considering ان الايدج يسمح بان هو يكون ام اس. الناس بتقول ان فوق ال 50 الام اس يعني ما تحاولش تشخصه قوي، لكن في ناس ريبورتد كده 10 سنين و50 سنه عندهم ام اس. طيب الاكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس is an acute pathology of the cord. المريض عنده الهيستوري ده عشان تقول ده، يعني ما ينفعش من غير الهيستوري دوت تقول ان هو ادم. ومع ذلك
في ناس من غير الهيستوري ده وطلع ادم قبلك بعدك في الباثولوجي، بس انت اشعه مالكش الا الفايندنجز اللي انت بتعتمد عليها. فانت جيت لقيت بياضه كبيره جدا ان ذا سبستنس اوف ذا كور، فقلت دوت اسمه ايه؟ ترانسفيرس مايلايتس. عاوز تقول دوت ادم اللي هو اكيوت ديسيمينيتد انكيفال مايلايتس، يبقى لازم المريض يكون يا عم عنده فايرال النس او عنده فاكسينيشن من 10 ل 15 يوم بيفور ذا مانيفستيشن، بيفور ذا نيورولوجيكال مانيفستيشن. الايدج بتاعه ملوش، صغار كبار الادم ملوش دعوه بالايدج خالص، ملوش دعوه بالايدج. مش في ناس بتطعم الانفلونزا قبل الحج ومش عارف ايه والكلام ده كله، اي فاكسينيشن واي فايرال انس، ويدخل في الفايرال انس جاسترو انترايتس، ويدخل فيها انفلونزا، ويدخل فيها ساينوسايتس، ويدخل فيها اي حاجه من الحاجات. يبقى علشان اشخص ان انت هنا من غير هيستوري من غير اي حاجه خالص عندك الكورد سوولن وفي سيجنال طويله كده، اسمه ايه التشخيص ده؟ ترانسفيرس مايلايتس. جه بقى في الهيستوري قال لك سادن اونست اوف نامنس ويكنس الكلام ده كله ماشي، بس وحد عنده 12 سنه ده برضه لحد دلوقتي ما عندكش الكلو اللي بيقول لك ان دوت ادم، لان الادم لازم له واحد من الاثنين اللي هم بتوع الايه؟ الانفلونزا لايك اتاك او الفاكسينيشن. فبما ان دوت اكيوت ممكن يتحط تحت الاكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، لكن ما تشخص التشخيص ده الا لما يكون عندك الهيستوري واضح جدا. ما كانش واضح انت اشعه فتقول دوت اسمه ترانسفيرس مايلايتس وتحدفه عند الكلينيشن، هو بقى يعمل انفستيجيشن ويعمل تحاليل سي اس اف اناليسيز مش عارف مين الكلام ده. طيب يبقى بص مثلا دوت عيانه عندها 61 سنه وبعدين presented by quadriparesis for 6 weeks، مفيش history of vaccination ولا viral illness. الكورد از سوولن والكورد فيه ديفيوز سيجنال، ولما اتحقن صبغه خد صبغه. شايف النقط ديت؟ خد صبغه. طيب دوت بالمقاييس العاديه ما ينفعش يكون اكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، ما فيش هيستوري واخد صبغه، والاكيوت في الغالب الانكيفالومايلايتس ما بياخدش صبغه. لكنه في الحالات اللي زي كده لما الكلينيكال ما بيكونش واضح بتوصل الشغلانه اب تو انك تاخد بايوبسي اوف ذا كور. ما بنشوفش الليجن لانه بيكون اسود على باك جراوند رصاصي فما بنعرفش نشوف. يعني الاثنين ما بيبقى في التي 1 بالذات الديسكريميشن صعب جدا ما بين الليجنز وبعضها، لكن في التي 2 بنعرف، احنا عارفين ان الكورد دوت اصلا رصاصي بس دلوقتي بقى كله ابيض كده ما عدا الحته اللي تحت دي. طيب راديشن مايلوباثي، العيان عنده الكورد از سوولن وعنده ليجن انتراميدالري وعنده الراديشن نيكروزس في البرين وفي الكورد بياخد سبب. الراديشن نيكروزس في البرين وفي السباينال كورد بياخد سبب. فلو انت يعني بصيت شويه في التي 1 وحسيت ان السباين دوت ابيض من الطبيعي اللي هو كده يعني، يبقى ده بسبب الراديشن. ممكن يكون في حاله ثانيه اوضح من كده شويه، لكن if you have the history of previous irradiation والراديشن دوت غالبا بيكون علشان النيزوفارينكس او الاوروفارينكس، يعني يكون في نيزوفارينجيال كارسينوما اوروفارينجيال او لارينجيال وخد راديشن على النك، فالفرتبري ديت بتبقى فيها بون مارو تشينجز اي زي كده. شايف الفرتبري دي ابيض بكتير قوي ازاي من الفرتبرات الثانيه؟ ده اللي في الفيلد بتاع الراديشن وده التشينجز اللي في السبستنس اوف ذا كور. فالفرتبرا اللي هي الراديتد بتبقى ابيض قوي عن اللي فوقيها واللي تحتيها في التي 1 والتي 2، فتعرف على طول من غير هيستوري من غير حاجه تعرف ان دوت سكندري 2 الراديشن. طيب الايه؟
ماله؟ الديسك قصدك دوت كده؟ اه دولت شوية بورمر ولسه ما تحولوش لفات، يعني احنا في التيتو دلوقتي، فدولت لسه شوية بورمر وكده ما بقوش فيهم فات. طيب السركويد، السركويد اصلا از ثراسك ديزيز، بيأفكت الليمف نودز وبيأفكت الايه اللنج. وفي ثلاث انواع من السركويد، في سركويد نودز بس، وفي سركويد نودز ولنج، وفي سركويد اسمه الفيولر سركويد اللي هو لنج بس من غير ليمف نودز. الليمف نودز بتاعت السركويد اول اوفر ذا بودي، يعني مش لازم تكون موجوده في الشيست بس، ممكن تكون موجوده في الابدومين، ممكن تكون في النيك، ممكن تكون في اي مكان. لما انا جبت لك سيره الابدومين قلت لك ان في حاجه اسمها سبوتد سبلين، فاكرين؟ دخل الابدومين تحت السرير لسه ما امتحناهوش، فلازم يبقى فوق السرير. في انا كان منقط ده اللي هو ايه سببه بقى؟ طيب قلت لك انا في السبوتد سبلين دوت في حاجات انفكشن وفي حاجات تيومرز. قلت لك من ضمن الانفكشن ان هو يكون فانجل ابسيسيز او يكون سركوت، وقلت لك ان المنظر بتاع السبلين ممكن يتكرر في الليفر، فيجي نقط 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 في الليفر ان they are also due to sarcoid، بشرط انك تكون عارف ان المريض دوت عنده sarcoidosis. فالليفر والسبلين ممكن to be affected by sarcoid in the form of minute focal lesions منقطين في الليفر او السبلين. طيب احنا مشكلتنا دلوقتي in the cord، في الكورد وفي البرين حاجه اسمها نيورو سركويد. النيورو سركويد 3 ل 5% من البشر. In most of the cases بيكون في الشيست سركويد. خلاص؟ يعني لو انت، ودي طريقة سهلة جدا، لو انت لقيت ليجن في البيتيوتري، وغالبا بيجي في البيتيوتري، أو لقيت ليجن in the substance of the cord، تروح تعمل شيست اكس راي، لو لقيت ليمف نودز مجعلصين كده تعرف ان ده سركويد والتاني سركويد. هوري لك حالة، ده الكلام اللي انا بقوله لك، بالمونري انفولفمنت في اكتر من 90% من المرضى دول. يعني في البرين دي الاماكن اللي هي افكتد باي سركويد، الهايبوثالاموس والبرين ستيم والسريبرال هيمسفير وبعدين السريبيلوم. اشهر مانيفستيشن على الاطلاق للسركويد اسمها باكي مننجايتس، يعني المننجيز تبقى دخينة جدا جدا واخدة سم. خلاص؟ ديت اسمها باكي مننجايتس and is not specific for sarcoid. ده هو لما تلاقي باكي مننجايتس او ليبتو مننجيال انهانسمنت يساوي 1/4، 2 انفلاميشن و2 نيوبلاز. الانفلاميشن تي بي وسركويد، والنيوبلاز من ميتاستاسيز والليمفوم. خلاص كده؟ يبقى باكي مننجايتس يساوي ديفرنشال دايجنوزس من ضمنه السركويد، ليبتو مننجايتس يساوي ديفرنشال دايجنوزس من ضمنه السركويد. طيب ده اللي انا اقصده بالليبتو مننجيز. الليبتو مننجيز يعني انهانسمنت within the CSF spaces، يعني في الكورتيكال سوت ساي سيريبيلر فوليا يحصل انهانسمنت. دوت اسمه ليبتو مننجايتس. ليبتو مننجايتس يساوي 1/4 تي بي سركويد ليمفوما ميتاستاس. اه هو ده، انك تلاقي ده مكان السيريبيلر فوليا المفروض مليانه سي اس اف بقت مليانه صبغه، ده الكوادريجيمينال سيستيرن مليانه سي اس اف بقت مليانه صبغه. لما السي اس اف انهانس، نعم الفوليا هي الكورتيكال سلساي بتاعت السيريبيلر، يعني الكورتيكال سلساي بيتقال على اللي فوق، لكن اللي تحت بيتقال عليها سيريبيلر فوليا. ماشي؟ واحنا ما خدناش البريك يا شيخ. طيب ليه انا عندي احساس ان انا اديت لكم البريك؟ ايوه صح.
والواحد انا من كتر ما بدرس دخلت السلوك كلها في بعض، فما بقتش عارف انا قلت ده فين وده لمين وكده. المهم طيب هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، بس عاوزك تفتكر الكلمتين دول، اللي هو لو لقيت المننجيز اللي بره اللي هي الديوره يعني تخينه جدا، انهانسي دوت اسمه باكي مننجايز، يساوي 1 من 4 تي بي ساركويد ليمفوما ميتاستاس. لو لقيت السي اس اف سبيسز واخده صبغه دوت اسمه ليبتو مننجايتس. الباكي يعني الديوره هي اللي افكتد، الليبتو يعني الاراكنويد والبيا ماتر هم اللي افكتد. مش في ثلاثه كفرنجز للبرين صح؟ اللي هم الديوره وبعدين اراكنويد وبعدين البيا ماتر. الديوره لما تنفليم وتتخن اسمها باكي، لكن الاراكنويد والتاني لما ينفلين يبقى اسمه ايه؟ ليبتو مننجايتس. تمام. فاحنا عندنا هنا المريض دوت عنده سيستميك ساركويد معروف خلاص، لقينا كورد تخين كده وابيض دوت اسمه ترانزفيرس مايلايتس خلاص. طيب في الصبغه نقط كده ماشي، بس المريض دوت عنده ساركويد سيستميك، يعني معروف ان هو مريض ساركويد، يبقى اللي انت شايفه دوت دلوقتي ساركويد. طيب افرض عنده برايمري مالينسي، يبقى ده هو ميتاستاس خلاص. طيب الميتاستاسيس ديت لازقه على السيرفيس اوف ذا كورد، هي دي ليبتو مننجايتس، لكن لو لازقه في السباين من بره يبقى باكي مننجايتس خلاص. والباكي مننجايتس والليبتو واحد من التشخيصات بتاعته الميتاستاس صح؟ طيب اوكي، نفس الحكايه في السباينال كورد هنا ديفيوز كده، وفي الصبغه حصل شويه انهانسمنت. الانهانسمنت في السركويد مش شرط، يعني ينفع ينهانس وينفع مش ينهانس، والتشخيص معتمد على الكلينيكال ومعتمد على وجود السركويد في الشيست خلاص. طيب الساركويد في الشيست ده المنظر بتاعه اللي هو خدنا الشيست صح؟ صح؟ لا ما خدناش حاجة من ساعة ما ابتدينا ما خدناش حاجة لحد دلوقتي. طيب يبقى بايلاترال سيمتريكال هايرال لينف ادينوباثي اللي هو ديسكريت هوموجينس انهانسد لينف نودز مي كونتين كالسيوم دوت الساركويد اللي في الشيست. وده السركويد ميزته بقى الجميله جدا جدا انه بيريجريس بسرعه، يعني بالذات النيورو سركويد لما تدي كورتيكوسترويدز تلاقيه راح على طول، اما اللي في الشيست بيطول قوي قوي قوي، الكلينيكال بيتحسن بس في الشيست يقعد فتره. اما التاني فانت عندك هنا دوت التي 1 بالصبغه قبل وبعد 4 اسابيع من التريتمنت تقريبا كل حاجه راحت، ودوت التي 2 قبل وده بعد 4 اسابيع كل حاجه راحت. المريضه دي ديت يعني هم سموني بسببها ان انا بتاع السركويد. دي بنت عندها 38 سنه جات بمونو باريسز، ايدها بس اليمين بتوجعها، يعني حست انها ضعيفه شويه. قالوا لها اعملي ام ار اي، عملت طلع عندها الليشن دوت enhancing in the substance of the cord. في الوقت دوت ما كانش معروف عندنا في الكورد الا حاجتين، يا اما الجليوما يا اما ابن دايموم، ما كانش معروف عندنا حاجه ثانيه. مش من فتكتي ولا حاجه، لكن يعني it happened so ان انا لقيت الليجن دوت inside the substance of the cord والبرزنتيشن ما هواش جبار، فقلت دوت ممكن يكون سركويد. حلو قوي. راحت الست الواحد كبير جدا نيورو سيرجن، قال لها عمري ما سمعت ان في ساركويد بيجي في السباينال كورد، ديت لازم انترميدالري تيومر وغالبا هو ابن دايموما واحنا هنشيله، روح اعملي شيست اكس راي. راحت عمل شيست اكس راي، راح بتاع الشيست اكس راي كتب له بايلاترال هايرال ليمف ادينوباسي دايجنوستيك اوف ساركويد. فالراجل قال لها هو انت كل ما تروحي في حته يرجع لي تقرير ساركويد ساركويد، هو ايه الحكايه؟ اعمل سي تي. فعملت سي تي فطلع برضه النودز بتاعت الايه؟ بتاعت الساركويد. فسابها قال لك خلاص بقى نوديها لحد من الجماعه بتوع البطنه
وخدت كورتيكوسترويدز and the lesion totally regressed. دي يعني من يعني انت دلوقتي وفرت على المريض بايوبسي وسيرجري ولا حاجات زي كده. This is a self-limiting disease، بيروح بسرعه من الكورد لكن ما بيروحش بسرعه من الشيست. نعم. بالحقيقه الانهانسمنت ده كتير جدا على الام اس. يعني الام اس البليكس دايما بتبقى صغيره، والكبيره قوي ما بتاخدش سبب. ده يعني الوقت اللي انا كنت بفكر فيه على. لكن موضوع الام اس از وان اوف ذا جود بوسيبيليتيز ان ذا سبستنس اوف ذا كورد، ايفن حتى لو كان هو انهانسمنت. بس انا يعني يا ريت ما تشخصش ام اس لما يكون فيه فيجوال ديستربنس، ده نقطة مهمة جدا في صالح الام اس. نعم؟ شخصته ساركويد بناء على ان في انترميدالري ليجن ويز مينيمال كلينيكال برزنتيشن. يعني المونوباريس بتحرك ايدها كل حاجة لكن ما هيش مشلولة يعني، عارف؟ ده مش معناها ان الابنديموما ما بتعملش كده كل حاجه، بس انا بقول لك السيكونس فعلا اللي حصل. ولما زمايلنا يعني شافوا الريجريشن الفظيع جدا دوت انبهروا يعني بالتشخيص، وقال لك ده هو بقى بتاع السركويد لوحده والكلام ده. ما علينا. احنا على ايوه أنا إن شاء الله بكرة هقول لك تعمل إيه في السبستنس أوف ذا كورد، تتصرف إزاي، لأن ما عندناش هزار في الإنترا ميدالري ليجنز. طيب؟ أوكي. تعالى بقى حاجة تانية أنا مشهور بيها اللي هي بالهرزيزس أوف ذا كونس. بالهرزيوما أوف ذا كونس، الموضوع دوت ابتداه واحد من اسكندرية كان بيشتغل الانفستيجيشنز بتاعت البلهرزيزس in the CNS، وكان كل شغله على البرين، وطلع ان في اترافيك تشينجز وشويه حاجات زي كده. لكن في مره لقى ان الواحد عنده يعني ديستال مانيفستيشنز في رجليه واليورين ومعرفش ايه الكلام ده كله، فبص على الكورد. ما كانش عندنا اي بصصان على الكورد الا بالمايلوجرافي. فلما تعمل مايلوجرافي and this is the only manifestation، الكونس تخينه وخلاص على كده، ما عندناش حاجه ثانيه. الكونس اللي هي دي الحته ديت از سوولن، والصبغه اللي حواليها رفيعه. الكونس از سوولن والصبغه اللي حواليها رفيعه. في واحد حوالين سن 20 سنه، يعني 18 17 20 21، and this is a good diagnosis في بلدنا، انك تقول this is بالهرزيوما of the cones. وفي الوقت دوت لو انت اديت للمريض انتي بالهرزل تريتمنت، كل السيمبتوم بتتحسن والسويلنج اوف ذا كونس بيختفي. لان الالترناتيف اللي كان الجراحين بيعملوه انك لازم تاخد بايوبسي من الكونس، لان احتمال الايبندايموما عالي جدا في الحته دي. ونقول الكلام دوت في الانتراميدالري بيشنز. طيب انت لو عملت ام ار بقى في العصور بتاعتنا هتلاقي الكونس عامله ازاي؟ الكونس سوولين، سودا في التي 1، بيضة في التي 2، حقنتها صبغه بتعمل المنظر ده. المنظر دوت ملوش وصف معين، لكن هو ان ذا فورم اوف نقرشه. يعني تلاقي كده الكونس ديت منقرشه 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 كده. وتلاقي الحروف بتاعتها واخده صبغه اللي هو المينينجيز نفسها، وممكن يمتد الى الكودا اكواينا نيرف رودز. البايوبسي بتاعت الليشن دوت بتطلع على طول بالهرزي اوفا ما اعرفش مين والكلام. فهنا ذا كونس از سوولين والسن مناسب، وغالبا بيكون ولد لانه بيعوم في الترعه والكلام ده كله، البنات ما بتعومش. و بقت بتعوم. ده الانهانسمنت باتر بتاع البلارزيوم اللي هو ان الكونس از سوولن والانهانسمنت منقرش كده، ولما تعمل هيستولوجي تطلع الاوفا بتاعه البلاريسي. طيب اذا انت لقيت الكونس
اذا انت لقيت الكونس بس هي اللي سوولي في واحد سنه حوالين ال 20 سنه، consider in the differential diagnosis ان هو يكون بالارزيوم اوف ذا كونس، especially if the lesion is not homogeneously enhanced. يعني ما يكونش الكتله على بعض، الكتله على بعض يخش عليه بنديموم على طول. خلاص which is common. ده بقى كل الناس بتنكره. انترا ميدلري توبركلوم. انترا ميدلري توبركلوم. بيقول لك لو انت عندك فوكال ليجن inside the spinal cord شخص اي حاجه تعجبك الا انك تقول توبركلومال داكوم. ولو اتزنقت قوي 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 قول ان هي توبركلوم. معنى كده ان هي is rare. It's not a common lesion. توبركلوما of the cord is not a common lesion. لكن توبركلوما of the brain بالهبل بالهبل. توبركلوما of the brain. فبيقول لك if you see TB in the chest ومعاه ليجن كده هو inside the spinal cord then you may say that this is tuberculoma ولكن tuberculoma is rare. بكره هقول لك الكلام دوت. لكن intramedullary tube intramedullary lesions intramedullary lesions inside the substance of the cord 90% بس 90% يا اما جليوما يا اما ابندايموما. 90% ال 10% الباقيين منهم اثنين للهيمانجيوبلاستوما هنتكلم عليها والباقي قول زي ما انت عارف ساركويد تي بي ام اس بلهاريسيا ميتاستاسيس ليمفوما كل دوت ال 8% الباقيين. يبقى معنى كده ان كل ما تلاقي انتراميدالري ليجن يبقى فكره كله رايح ناحيه الاثنين الكبار اللي هما الجليوما والابندايموما. لكن التوبركلوما تقريبا ما تفكرش فيها خالص تقريبا الا لو اضطريت لكده والعيان عنده مانيفستيشن وعنده تي بي ان ذا تشيست والكلام ده كله. طيب فهمت بقى الحاجات انترا ميدلري او يعني البتاعه بتاعت المننجيز والكورد. نيجي بقى للكلام السهل بقى اللي هو بتاع السباينال انفكشن. ما فيش انفكشن من غير ديسك. هتقول لي بقى امال ايه حكايه القص مايلايتس بتاع الفرتبرا؟ لو حصل ان في انفكشن اوف ذا فرتبرا من غير افكشن اوف ذا ديسك مش هتعرف تشخصه الا بالبايوبس. خلاص والكلام دوت اقوله لك بكره في التيومز. لكن ومين اللي بيزن وانا مش عارف هو طب ليه؟ طيب ما انا بس انت اديني فرصه ما تزنش وانا اقول لك تتصرف ازاي. ماشي طيب في الاحتمال دوت موجود. ما احنا مكتوب في التكست ان في حاجه اسمها osteomyelitis of the vertebra صح. لكن to start with for the time being ما تشخصش انفكشن الا لما يكون الديسك افكتد. بقول لك بعد شويه ازاي تشخص الانفكشن لو كان من غير ديسك. ماشي طيب ده السيكونس اوف ايفنتس. الاول الديسك ده الديسك الطبيعي وبعدين الديسك اللي انفليمد يجي الاند بليت يبقى فيه ميه اسود 21 ابيض 22 وبعد كده الميه تكتر وبعدين الديسك يحصل فيه يخف نتيجه الانتي بايوتكس واسكليروزس اوف ذا اند بليتس ناروينج اوف ذا ديسك سبيس وبعدين لوس اوف هايت وكايفاس ديفورمد. وناس كتير اقول لك كايفاس ده يعني تي بي. لا مش كايفس مش يعني هو طبعا التي بي بياكل على طول في الديسك بسرعه بياكل في الفرتبرا. البيوجينيك ما بيعملش كده بسرعه عشان كده الكايفس ما هياش واضحه جدا في البيوجينيك. المهم ممكن تاخد ممكن طبعا في حاجه سبليجمنتس هنقول له دلوقتي. ماشي طيب يبقى لو انت بصيت على السي تي ده الديسك دوت متقرقط الفيرتيبرا اللي فوق والفيرتيبرا اللي تحت وفي بارا سباينال شادو على الناحيتين يعني انفلاماتوري جرانيليشن تيشو جوه السباينال كانال في برضه انفلاماتوري جرانيليشن تيشو يبقى ديسكايتس او اسمه بيلو ديسكايتس. ده هو تي بي ولا بايوجينيك مالكش دعوه في الوقت دوت دلوقتي مالكش دعوه.
لكن ده لما اتعمل منه بايوبسي او سيتولوجي طلع عنده ستافيلوكوكا، يعني بكتيريال اسبونديلو ديسكايتس. ده المنظر الطبيعي جدا بتاع الديسكايتس في الام ار، انك تلاقي الديسك از انفولفد، الفرتيبرا اللي فوق فيها بون مارو اديما، واللي تحت اسود في التي 1 ابيض في التي 2. كل البون مارو اديما بتاخد صبغه، فلما تعمل كونتراست تلاقي الفرتبرا اتصبغت والفرتبرا التانية اتصبغت والديسك اتصبغ، وفي inside the spinal canal in the epidural space inflammatory granulation tissue، وحوالين الفرتبرا من قدام inflammatory granulation tissue. إذا كان نعم الصورة اللي قبل كده ما قلناش عشان الديسك، او ما احنا الديسك دوت هو الاصل بتاعنا. اذا كان الجرانيليشن تيشو ما فيهوش خراج، يعني كوره سودا متحوطه بدايره بيضاء، اسمه فليجمون. خلاص يبقى دوت اسمه فليجمون ودوت اسمه فليجمون. لكن لو كان في خراج يبقى اللي جوه اسمه ايبيديورال ابسس واللي بره اسمه بريفرتيبرال ابسس. معايا يا جماعه الخير؟ وهذا الكلام ينفع في التي بي وينفع في الايه؟ في البكتيريال ديسكايتس. ده هو بايوجينيك انفلاميشن من التي بي صعب جدا عند ليفل واحد، يعني لو احنا هنتكلم هنا 5 4 3 2 3 الديسك فيه ميه والفرتبرال اند بليتس فيه ميه، ذيس از سبونديلو ديسكايتس. دوت بايوجينيك ولا توبركلوس؟ الله اعلم. فنجس؟ الله اعلم. فيرال؟ الله اعلم. خلاص؟ طيب انت في بلد زي مصر لما تيجي تختار تختار على طول التي بي. السويتش از كومن. طيب يبقى هنا الفرتبرا دي ودي متاكلين والديسك اللي ما بينهم طاير، وفي التي 2 مليان بياضه يعني انفليم، وسواده وبياضه يعني بون مارو اديما يعني سبونديلو ديسكايتس. ممكن يكون عنده فليجمون انسايد ذا سبينال كانال، ممكن لا، ممكن يكون عنده فليجمون بريفرتبرال، ممكن يكون لا، بس اذا كان موجود يعني شود رايت في التقرير اذا كان في جوه وبره او في ناحيه واحده. فمثلا هنا سبونديلو ديسكايتس عند كام؟ 2 3 4 5 6. خلاص 5 6 الديسك ضايع والفرتبرتين متاكلين قصاد بعض، وسود في التي 1 بيض في التي 2 واخدين صبغه، وفي فليجمون انسايد ذا سباينال كانال ايبيديورال دايس على الكورد، وفي فليجمون انتيرير تو ذا سباينال كانال. الفليجمون طبعا انتيرير تو ذا سباينال تو ذا فيرتبري بيسرح بقى لفوق مسافه ولتحت مسافه زي ما انت شايف كده، فهو سارح هنا لحد هنا وسارح هنا لحد هنا مثلا يعني. طيب وده اللي احنا شفناه قبل كده في البوست اوبراتيف سباين، عندنا انفلاميشن عند الليفل ده اللي هو 2 3 والاند بليتس اسود هنا وهنا اهوت مسودين برضو. معنى كده ان السكليروزس ابتدى، يعني ابتدى يحصل بون سكليروزس وان الديسك ابتدى يهيل باماره ان الميه اللي فيه قلت. معايا؟ يبقى هو دي one of the signs of healing process، وده الهيل ده خالص. نعم. طبعا لو الميه اللي في الديسك اختفت بالكامل هيتتلخبط فيه مع الديجنريشن، هيبقى زيه زي الديجنريشن بالظبط. مش مطلوب منك تفرقه لان الانفلاميشن هيكون خف، ان الاند ريزلت بتاعه الايمجنج ان في هنا ديسك ديجنريتد وبون سكليروسس فوق تحتيه، ملوش علاج او يعني ملوش حاجه في المانج. طيب هو التايب 1 اللي هو بيبقى بون مارو؟ نعم. نفس النظام ولا؟ نفس النظام. يعني ايه؟ يعني الانفكشن المفروض في التي 1 بيبقى اسود وفي 2 ابيض. ايوه. الديجنريشن التايب 1 اسود وابيض، ايه الفرق؟ الديسك. الديسك في التي 2 في الديجنريشن اسود، وفي التي 2 في الانفلاميشن ابيض عشان يحتوي على ميه. صح؟ طيب
وده اللي هو احنا بنقول عليه هيلد ديسكايتس. ايه علامه الهيلينج؟ بون سكليروزس اوف ذا اوبوزنج فيرتيبرال اند بليدز والديسك دايم. حد هيقول لك هو ده ديجنريتد ديسك من الاول. لو كان ده حد كبير يعني خلاص ما ولا تفرق، لكن ده طفل، السباين ديت بتاع الطفل، والطفل من غير المعهود ان يكون عنده ديجنريشن في السن دوت. فغالبا الديجنريشن اللي حصل والنروينج والكلام ده كله سكندري، يعني كان في انفلاميشن هنا وخف، وده المناظر بتاعته اللي بقى معايا. طيب يبقى دوت بالسي تي ودوت الارقضه اللي باينه في السي تي، وده الديسك في التي 1 وده الديسك في التي 2. الديسك في التي 2 بيض على اخر خالص، معناها ان هو متعبي ميه، معناها ان هو انفليم. طيب الاند بليتس دوت تي 1 بوست كونتراست فيهم شويه انهانسمنت كده خفيف، لكن الفيرتيبرال بودي ما فيهوش ايديم، صح؟ عشان كده دوت بيقول عليه سب اكيوت ديسكايتس، يعني الاكيوت فيز اللي هو بتاع الايديما راح ودلوقتي داخل ناحيه الهيلينج. معايا؟ طيب وده البايوجينيك ديسكايتس وهو بيخف، ده هو تي 2 وده برضه تي 2 وده تي 1 بوست كونتراست، وممكن تقارن ما بين الجماعه اللي فوق واللي تحت وتشوف البروجريشن اوف هيلينج. الهيلينج معناها ان الميه اللي في الديسك راحت، وان الايديما اللي في الاند بليتس راحت وتحول مكانها بون سكليروزس، وان الانهانسمنت اختفى، مفيش انهانسمنت. وده الساينز اوف هيلينج اللي هو persistent disc space narrowing، خلاص الديسك خرب يعني خرب مش هيرجع تاني. loss of T2 of the disc عشان الميه راحت منه. resolution of the bone marrow edema. resolution of epidural abscesses. ممكن في الاخر خالص الفرتبره تلحم في بعضها. طيب وده الفرق ما بين البايوجينيك ديسكايتس والديجنريشن تايب 1. الديجنريشن تايب 1 الديسك اسود في التي 2. الديسكايتس الديسك ابيض في التي 2 عشان جوه ميه، والفرتبره اللي فوق واللي تحت برضو فيهم ميه. ده الفرق ما بين الانفلاميشن وما بين الديجنريشن. الانفلاميشن ممكن يخلي في السباينال كانال فليجمون ويخلي فيه ابسس بايوجينيك، ممكن يدخل ان ذا ابيديورال سبيس ابسس زي كده. يعني دوت تي 1 وده تي 1 بوست كونتراست وده السباينال كورد، لكن الكوره اللي هنا دي المدوره اللي عامله مارشنال انهانسمنت دوت يعتبر ابيديورال ابسس. ابيديورال ابسس لو هو كله على بعضيه خد صبغه اسمه ابيديورال فليجمون، لو هو كوره مليانه صديد مارشنال انهانسد اسمها ابيديورال ابسس، وده برضو واحد تاني بس من ورا. كوره مليانه صديد والمارجن بتاعتها انهانسد وزائد الكورد اللي قدام اللي هو ده في التي 2 طبعا ابيض والحرف بتاعه اسود عشان زي الديوره، ولما تحن صبغه بياخد صبغه والنص بتاعه ما بياخدش صبغه عشان فيه صديد. بالاناتومي بص حضرتك اللي عاوز دي ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها اهو. دوت انهي فيرتبرا بعون الله؟ يعني سيرفايكال دورسال لمبر؟ مش عارف؟ لا نابليون ده تحت اللي فوق ده ما عندوش نابليون، دي سيرفايكال فيرتبرا عشان دوت الترانزفيرس بروسيس الفريمن بتاعه اللي اسمه فريمن ترانسفيرسيريم اللي بيفوت فيه الفرتبرا الارض. معايا؟ يبقى ده هي سيرفايكال فيرتبرا، يعني في كورد انسايد ذا سباينال كانال، صح؟ طيب احنا دلوقتي عاوزين نعرف مين الكورد ومين الخراج، ماشي؟ يعني لو احنا بصينا في الوزاود فاحنا عندنا نعبشه جامده جدا كده، بجينا في الويز لقينا في حاجه الحرف بتاعها واخد صبغه اللي هو دوت كده، كومبير ده بده عشان ما تتلخبطش. فهنا مفيش حاجه خالص مفيش صبغه، لكن لما حقنا لقينا المنطقه دي كلها ابيضت كده اللي هي دي، ماشي؟ يبقى اذا هو ده الخراج، ويبقى ده الكورد هو المزروق لورا. الاسهل من كده ان يكون عندي ساجيتال، فالساجيتال باين فيه الكورد اهو والخراج وراه، صح؟ لما اجي في الاكسيال يبقى الكورد هو اللي قدام والخراج هو اللي ورا، مظبوط؟ وفي معظم الام ار لازم بيكون فيه ساجيتال عشان اقدر افرق بين الاثنين. طيب
الاراكنويدايتس احنا قلنا عليها اللي هو انفلاميشن اوف ذا اراكنويد، يخلي النيرف روتس تلزق في بعضيها، والاسباب الرئيسيه بتاعه الاراكنويدايتس هم السيرجري والتروما، والسيرجري هي اول واحد اللي هو ديسك ليجنز والكلام ده كله. وبعدين بقى ممكن لو حصل سب اراكنود هيمريج، وممكن الناس اللي بتتبني بنج نصفي يدخل لهم انفكشن فيعمل اراكنودايتس والكلام ده كله. بتتشخص ازاي؟ عندك حاجتين اللي هم ام تي سيكال ساك ساين وسودو كورد ساين، ودوت النورمال سي تي مايلوجرافي، ده النورمال النيرف روتس كده، وهنا مفيش نيرف روتس خالص وهنا لازقين في بعض. وفي الام ار ده النورمال نيرف روتس وهنا مفيش نيرف روتس الا حاجات طفيفه، دوت ام تي سيكال ساك ودوت سودو كورد ساين. وانا قلت لك ما تشخصش الاراكنودايتس الا في الاكزيال تي 2، في الساجيتال هتتلخبط مش هتحس ان في اراكنودايتس ولا حاجه، لكن في الاكزيال هتلاقي في كره هنا وكره هنا وكره هنا ودولت متنطورين، ده النورم. طب دوت اسمه ايه؟ ملوش اسم، ولا هو سودو كورد ولا هو ام تي سيكال ساك، بس اسمه اراكنودايتس من غير ما يكون في اسم ليه، ماشي؟ ودوت الاراكنودايتس اللي هي الكودا اكوينا نيرف روتس لزقت في الجدار الداخلي من السيكال ساك، وده اراكنودايتس كلهم اتكتكتوا مع بعض واللي ورا كده وعملوا ده سودو كورد. ايه سودو كورد؟ تعال بقى للمعلم الكبير بتاع الحته ديت اللي هو التي بي. احنا قلنا انك انت في الغالب ما بتعرفش تفرق التي بي من البايجينيك ديسكايتس، انت عندك انفلاميشن اوف ذا ديسك، ايروجن اوف ذا اند بليتس، ودخل جوه السباينال كانال فليجمون معرفش مين الكلام ده كله. طيب ايه اللي هو خليك تقول ان ده هو التي بي؟ انا كاتب لك هنا او هو الليترتشر كاتبه كده difficult to be differentiated from the biogenic time، يعني الاثنين شبه بعض، بس احنا لما نيجي نشخص بنشخص التي بي. وافتكر ان انا في امتحان من الامتحانات قلت في الاجابه ان ده هو التي بي، فسالني اللي بيمتحني اخترت التي بي ليه؟ يعني ليه ده ما يكونش biogenic؟ ساعتها قلت ان عشان الاكسس كبير، هو ده اللي كان مفهوم بالنسبه لنا في الوقت دوت، انك لما تلاقي خراج ضخم جدا كده حوالين البرتبره ومش عارف ايه وكمان في قفا العيان والكلام ده كله، then you think of tuberculous discitis. بس الموضوع ده دلوقتي مش صحيح. يبقى هنا ان يو سي ايروجن اوف ذا فيرتبري، وبعدين بري فيرتبرال ابسيسيز وريترو سباينال ابسيسيز، ومهم جدا تشوف اذا كان دخل جوه السباينال كانال ولا لا. طيب الديسكايتس اللي هنا في انهي حته؟ طيب يبقى دوت في الحته بتاعت اللمبر بس بالسي تي، ودوت ال 1 وده 11 12 في destruction of the end plates و inflammation of the disc in between، وده بالام ار انك انت ده فيرتبري سود في بري فيرتبرال ليجن ريترو فيرتبرال ليجن، وفي التي 2 مبيضين شويه، وفي الانهانسمنت خدوا صبغه، وفي انكروتشمنت على السباينال كانال باي فليجمون، وفي بري فيرتبرال فليجمون تاني، وده نفس الحكايه. خلي بالك الناس بتوع التي بي والكلام دوت ما بيكونوش مشلولين، بالرغم انك انت لما تعمل الاسكان بتلاقي اكستنسيف باثولوجي، ومعظمهم بيكون الوجع يعني بسيط وشويه كده ويكنس خفيف، لان الليجن از نوت اكيوت، يعني التي بي بيمشي بالراحه ويقعد يخرب 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 في الظهر، عقبال ما تكتشفه بتكتشف ان هو في مرحله متقدمه جدا، على عكس الاكيوت ديسكايتس اللي هو البيوجينيك. البيوجينيك بيمشي بسرعه ويعمل مشاكل سريع جدا عن التاني، لكن هما الاثنين في الايمجنج ذا سيم، هتلاقي ان في destruction of the vertebral end plates، وحوالين الاند بليتس في خراريج، ووراها في خراريج، وممكن inside the spinal canal بيكون في خراريج. المشكله بقى لو التي بي كل فيرتبرا بالكامل، يعني مثلا زي هنا الفيرتبرا دي قربت تخلص والفيرتبرا اللي فوقيها نامت عليها كده وعملوا زي كايفز فورم. لو انت في الام ار ما بتعرفش تعد، وده اول سبب في الغلط انك تفتكر ان ده تيومر،
لانك ما بتشوفش الفرتبرا اللي اتاكلت وما بتعرفش ان الديسك اللي ما بينهم راح، وبالتالي تفتكر ان ده هو اذا انفلاماتوري ليجن. بس دي واضحه طبعا هنا ان الفرتبرا دي مصها متاكل، والفرتبرا دي الحته اللي فوق فيها از افكتد، والديسك ان بتوين از انفلام، ودوت ساجيتال تي 1 ويز كونتراست، وده برضه ويز كونتراست. ده بقى اللي احنا بنسميه سبليجمنتس سبريد، انك انت تلاقي بص هنا فرتبرا، فرتبرا واحده هي اللي فيها المشكله مبيضيه كده، لكن الديسك اللي فوقيها از انفولفد، اما الفرتبرا اللي فوقيها لا. وبعدين بقى في خراج طلع من الفرتبرا سرح 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 لحد تحت خالص، يبقى and this is the prevertebral abscess. جوه السباينال كانال مفيش حاجه اكتر من الانكروتشمنت البسيط ده، لكن الابسس لما يمشي بعيد عن المكان بتاع الانفلاميشن اسمه سب ليجمنتس سبريد، وديت واحده من الحاجات المشجعه في تشخيص التي بي. السب ليجمنتس سبريد واحد من العلامات المشجعه في التي بي. فهنا مثلا عندنا كذا فيرتبرا افكتد، يعني ده هي ودي ودي ار انفولف، والديسكات اللي ما بينهم شبه سليم شبه سليمه، لكن ان ذا بري فيرتبرال ليجن ذير از ريجن ذير از ان ابسس كبير جدا كده. طيب من فين هتعرف ان دوت تي بي؟ مش هتقدر تعرف، لكن كون ان الليجن بيسرح تحت الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت واحده من الحاجات اللي بتفيفر ذا دايجنوزس اوف تي بي سب ليجامنتس سبريد. واحده تانية علامه في منتهى القوه اللي دبل ليجن، انك انت تلاقي انفلاميشن هنا واحد تاني فوق وواحد تاني تحت مثلا، يعني تلاقي مثلا سي 5 6 وبعدين دي 7 8 وبعدين ال 3 4 مالتيبل ديسك ليجن انفولفمنت، واحده من العلامات المحبذه جدا على التي بي. زي كده في هنا ليجن فوق في السيرفايكال، وفي ليجن في الدورسال، وفي ليجن في اللم، ده اللي هم بيسموه سكيب ليجنز، وان اوف ذا سجستيف كرايتيريا فور تي بي. فهنا عندنا مالتي ليفل الديسك دوت والفرتبرتين انفولفد، والديسك ده والفرتبرتين انفولفد. مالتي ليفل او سكيب ليجنز ار وان اوف ذا دايجنوستيك بوسيبيليتيز او دايجنوستيك سجستشنز في التي بي. دي الحاجات اللي بتخليك تفكر في التي بي. نمرة واحد سب ليجامنتس سبريد 3 او 4 ليفلز، يعني هو سي 5 6 نزل لحد دي مثلا 3 4. مالتيبل فيرتيبرا، يعني في كذا فيرتيبرال بودي از افكتد، او فيرتيبرال بودي لوحده زي اللي انا وريته لك قبل كده از انفولفد بالكامل. بارا سباينال ابسيسيز لارج، بس اللارج لوحده مش كفايه، لو في كالسيوم يبقى ممتاز، الكالسيوم كويس جدا في صالح التي بي. وبعدين السكيب ليجنز اللي احنا قلنا عليه، البروسيلا دي اسمعها وانساها خلاص، از نوت سين اصلا ان ذا كلينيكال براكتس. ولما انت تاخد عينه من البتاع ما لا يستحيل تعرف تطلع البروسيلا في الكالتشر، فانت بتكون النتيجه بتاعت الموضوع انك انت بتشخص ان دوت اسبونديلو ديسكايتس وان هو تي بي وتريح نفوخك خالص. طيب ليه احنا جايبينه هنا؟ بالبروسيلا ليها علامه او علامتين بالكثير، اللي هما شايف انت البتاع اللي عامله كده، دي اللي عامله زي المنقار بيسموها باروت بيك، دي اللي هي العلامه دي، ان البروسيلا دايما تيجي في الفرتبرا الحرف اللي من قدام، سواء كانت الفرتبرا اللي من تحت او الفرتبرا اللي من فوق، فتعمل الاول حفره وبعدين تعمل منقار. العلامه ديت بالاضافه لسكيلروزس وذا اند بليدز ومفيش كايفاس ديفورميتي ومفيش بارا فيرتبرال شادو زي بتوع التي بي، هي اللي بتقول لك ان دوت احتمال يكون بروسيلا. بس انت كانك ما سمعتش مني اي حاجه خالص في البروسيلا. ان هو بيركوتينيوس بايوبسي از اوف ليتل فاليو از ذا اورجانيزم از ديفيكالت تو بي كابتشر، يعني تفرك تحرك وتاخد عينات وتروح وتيجي برضه مش هتعرف تشخص البروسيلا.
طيب انت عملت ام ار للسباين ولقيت المناظر دي كده وجيت هنا لقيت ابيض والديسك ابيض، يبقى ايه الديسكايز؟ خلاص كده اللي تحت دوت الديسك اسود في التي 2 يبقى ديجنريشن. خلاص كده ديسكايتس، ده ديسكايتس وده ديجنريشن. تسكت بقى على كده. كذلك الفانجس، الفانجس زيه زي التي بي بالظبط، هياكل الفرتيبرا ويطلع لبره ويدخل لجوه، يعني ده خراج انتيريور تو ذا سباينال كورد، ده السباينال كورد وده الخراج. عرفت ازاي ان هو خراج؟ عشان الحرف بتاعه واخد سبعه. طيب مين اللي قال لك ان ده فانجس؟ ما حدش قال لك. امال امتى تحس ان دوت فانجس؟ لما يكون العيان اميون كومبرومايز، وهو اصلا التي بي حلو جدا في الناس الاميون كومبرومايز. فانت لما تشخص ان ده هو فان بتاع دوت تبركلوس ديسكايتس محترم جدا، مالكش دعوه بالايه؟ بالفانجس. فده مثلا ديسكايتس وده بالصبغه وطلع بالبيوسي ان هو فانجس. طيب امتى يا جماعه احنا بنلجا للموضوع دوت؟ زي العيان اللي انا حكيت لك عليه، واحد وعنده ليجن واحنا قلنا تبركلوس، قام نرزع فيه تي انتبركلوس، انتبركلوس مش راضي يخف. خلاص طب ايه العمل؟ ناخد بايوبسي ونعمل كالتشر ونشوف، وطلع بكتيريا تدي له انتي بايوتيك عادي او حاجه كده، طلع فانجس تدي له انتي فانجل تريتمنت. هو دي هي دي الطريقه. ففي ناس دلوقتي وده ترند يعني ممكن تحترمه، اما يلاقي انفلاميشن في السباين يبعته ياخد بايوبسي. خلاص عشان بدل ما نقعد نجرب في انتي بايوتكس ويدفع فيها العيان قد كده وبعدين ما تكونش هي المناسبه، طب ما احنا ناخد الاول بايوبسي ونعمل كالتشر ونشوف مين اللي موجود، اذا كان بكتيريا نديله، اذا كان تي بي نديله، اذا كان فنجس نديله، اذا كان بروسيلا مش هتعرف، اذا كان بروسيلا بس فقط حد ضغط عليك في الامتحان تختار التي بي، خلاص مفيش غيره، ما عندكش حاجه ثانيه. واحنا كلنا بنعمل كده في البراكتس، لما يطلب منك تشخيص تقول تي بي، لكن انت فاهم دلوقتي ان احسن حاجه انك انت تعمل ايه؟ تعمل البايوبسي تعرف مين اللي موجود. خلاص الهايداتد ممكن يجي ان ذا فيرتيبرا وممكن يجي ان ذا ابيدورال سبيس. احسن تشخيص للهايداتد على الاطلاق انك تلاقي سيستات كتيره انسايد ذا سباينال كانال، يعني شايف الكور دي كده، وطبعا لو امتد بيه الشغل هتلاقي سيستات كمان عند بري فيرتيبرال. هتقول لي ليه انا ما شخصش دوت خراريج قدام الفيرتيبرا من خراريج انسايد ذا سباينال كانال؟ الاجابه البسيطه جدا ان الديسك هنا سليم، الديسك سليم ملوش دعوه، مفيش هنا ساينز اوف انفلاميشن. العيان دوت في العصر الحجري عملنا له مايلوجرافي طلع عنده بلوك هنا، البلوك دوت ايه سببه؟ ممكن ديسك، ممكن تيومر، ممكن اي حاجه. عملنا له سي تي طلع عنده كور 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 كور، شالها بالعمليه طلعت كلها هايداتد سيستس. فاحسن تشخيص للهايداتد على الاطلاق انك تلاقي كور انسايد ذا سباينال كانال. اما لو لقيت هايداتد يخرم العين زي دوت كده وداخل جوه السباينال كانال، خلاص لان ده سيست اللي احنا قلنا عليه الكبير اللي جواه سيستات كده مترصصه في الجدار بتاعه. اما بقى لو كان الهايداتد في الفرتيبرا وملوش كومبوننت انسايد ذا سباينال كانال مش هتعرفه. خلاص هتشخص ده تيومر على طول، هتقول this is bone tumor، والحل اللي فيه انك تاخد بايوبسي عشان تعرف مين هو، يروح طالع لك ان هو هايداتد ديزيز. And this is hydrated disease, multiple cystic lesions in the vertebral body and in the paravertebral space, في T1 وفي T2. وده hydrated في الاثنين، في مخ العيان و hydrated in the spinal canal ومن في الباك بتاع المصل. وده hydrated by MRI. Cystat inside the spinal canal, cystat جنب الفرتبرا، الديسك ملوش دعوه. يبقى ده هو هايداتد ديزيز. جزاك الله التوفيق.